3 أشهر من الصراع كانت كافية لاستنزاف القطاع الصحي بالمدن السودانية الكبرى، حيث يعمل الآن 20% فقط من إجمالي المستشفيات في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري. وبحسب بيانات اللجنة الدولية، فقد تعرض 18 مستشفى للقصف، فيما احتلت القوات المسلحة 21 مستشفى آخر في منطقة العاصمة الكبرى. وفي مستشفى النو الوحيد والأخير الذي يعمل بمدينة أم درمان، يواجه مسؤولون صعوبات عدة، من نقص بإمدادات الطاقة والمياه إلى نقص بالكادر الطبي، بعد أن علق الكثير منهم في منازلهم جراء تعطل وسائل النقل العام وفرار آخرين من المناطق المنكوبة. الكوادر تعبت من إنه هي تيجي براها وترجع براها، فدي حاجة برضو بتهدف لنا الكوادر وبتكون صعبة مرات، وقت يكون في اشتباكات ما بنقدر نحصل على كل الكوادر لأنه يكونوا بعيدين وما في طرحين يجيبون، فهم بيجوا براهم برجولهم لحد المستشفى، فده يكون بشكل خطر عليهم. علاوة على ذلك، يعاني المستشفى أيضا من نقص الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية، حيث تتعطل عمليات الولادة كثيرا بسبب العنف المستمر. كل الأدوية اللي عندنا على وشك إنها تخلص، وبالكثير يعني تكفي لنا 6-5 مرضى، وعيادتنا مهددة بإنها تجيف. وبالرغم من المساعدات التي تقدمها منظمات دولية، إلا أنها ما زالت غير كافية نظرا لاحتدام المعارك واستمرارها بين طرفي النزاع.